المرسلين والصلاة والسلام على رسول الله. الآن بعدما تكلمنا عن النشاط الأول في التكتونية العامة اللي هي تحديد الصفائح التكتونية، وذكرنا أن القشرة الأرضية مكونة من مجموعة من الصفائح، من الصفائح التكتونية أو من الألواح التكتونية. هذه الألواح التكتونية ممكن تقسيمها يكون عنده ثلاث أقسام، بعضها ما يكون قاري فقط كالجزيرة العربية شبه الجزيرة العربية، وبعضها يكون محيطيا فقط كالصفيحة الهادي، وبعضها يكون مختلطا كأمريكا الجنوبية والصفيحة الإفريقية. إذن هناك صفائح متجاورة في الأرض، هناك صفائح متجاورة في الأرض نقصد بها الصفائح التكتونية أو القطع المتجاورة. طيب هذه الصفائح التكتونية يحدها حدود، هذا الحدود تتميز بأنها تكون مناطق هشة تتميز بالزلازل والبراكين ووجود خنادق بحرية ووجود ظهرات وسط محيطية. الآن نريد أن نعرف هذه الصفائح حركتها كيف تكون، ما هي حركات الصفائح التكتونية، وبالتالي سوف نتكلم في النشاط الثاني عن حركة الصفائح التكتونية. إذا النشاط الثاني كما هو موجود في البرنامج حركة الصفائح التكتونية. لنستعرض أولا كأول شيء هذه الصورة التي تعبر عن أنواع الحركات. لابد أن نحدد أولا أنواع الحركات التكتونية، ما هي الأنواع الحركة. طيب هذه الوثيقة التي تعبر عن الأستينوسفير اللي هو الجزء الذي يلي الليتوسفير اللي هو اللوح أو الصفيحة التكتونية. طبعا الصفيحة التكتونية تكون من قسمين، قسم يسموها القشرة الأرضية زائد الجزء العلوي من الهومس العلوي. إذا هذا سميه الصفيحة التكتونية وهذا الأستينوسفير أو جزء من البرنوس العلوي. طيب هذا لا أتكلم عنه، أتكلم عن فقط هذا الصف، هذا اللوح المحيط، هذا اللوح فقط. طيب إذا هذا لوح وهذا لوح ثاني وهذا لوح ثالث، وهذه طبعا هذا نفس اللوح. مطلوب الآن حدد الحركة التي تنتج بين، طبعا هذه الظهرة وسط ومحيطية، هذه نسميها الظهرة الوسط محيطية. طيب الحركة التي تنتج بين المنطقة A والمنطقة B، يلاحظ أن الحركة هي حركة تباعد، إذا هناك حركة تباعد. طيب الحركة بين الصفيحة B أو هذا الجزء مع الصفيحة C فهي حركة يسموها حركة تقارب. طبعا الآن لو نأتي إلى الـ A والـ D، إذا هذه في اتجاه وهذه في اتجاه فهي حركة تباعد. طيب لو نأتي إلى A مع A فهذه تتحرك في هذا الاتجاه وهذه تتحرك في هذا الاتجاه فهي حركة مشابهة. طيب إذا لو نأتي إلى الـ B مع الـ A فإنها حركة معاكسة، فإنها حركة معاكسة. الـ D مع الـ B فإنها حركة في اتجاه واحد، وبالتالي هناك حركة أولى يسموها تباعد التقارب، تقارب، وهناك حركة ثانية نسميها التباعد، وهناك حركة ثالثة نسميها الحركات الانتقالية أو التحويلية، حركات تحويلية أو انتقالية. إذا الحركات الصفائح التكتونية والحركات الموجودة بين الصفائح التكتونية هي إما حركات متباعدة إما حركات متقاربة، حركات متقاربة، أو تكون حركة انتقالية بين صفيحة وصفيحة أخرى تكون لا تقارب ولا تباعد ولكن تكون انتقالية، ينتج عنها هذا الفارق، هذا نسميه فارق تحولي، فارق تحولي، أن هذه الظاهرة المفروض أنها تكون بهذا الشكل الثاني. إذا هذا نسميها أنواع الحركات التكتونية. إذا هناك ثلاث حركات أساسية، حركات انتقالية بين الصفائح، حركات للتباعد، وحركات متقاربة، حركات متقاربة. طيب إذا هذا بالنسبة للحركات. طيب الآن ما هي الأدلة التي قادت العلماء لإثبات على أن هناك تقارب وعلى أن هناك تباعد؟ إذا السؤال الذي يطرح الآن، ما الأدلة العلمية الدالة على
الصفائح. طبعا انواع الحركات تكلمنا عليها اللي هي الحركات التباعديه. اول شيء اللي نتكلم عليه في هذا الحصه حركات التباعد، اي تباعد الصفائح المحيط الصفائح الموجوده في الارض. اذا التباعد مثلا تباعد اللوح الافريقي عن اللوح الامريكي. طيب ما هي الدلائل؟ الدلائل هناك واحد دلائل هندسيه، وهناك دلائل جيولوجيه، طبعا هذه العناصر، اذا حركات التباعد فيها عده دلائل، دلائل هندسيه، دلائل جيولوجيه، ودلائل مستحاثيه، ودراسه مغناطيس صخور القشره المحيطيه. اذا هناك عده دلائل، نذكر منها اربعه دلائل اساسيه، وهناك دلائل اخرى ممكن ان نشير اليها اثناء الموضوع. طيب الان نتكلموا ثم بعد ذلك ناتي الى الحركه الثانيه اللي هي حركه التقارب اللي فيها الدلائل اللي هو مخطط بينيوف اللي هو الموجات البؤر الزلزالي. البؤر الزلزالي نبدا باول نقطه نسميها ما الادله العلميه الداله على حركه التباعد فقط الصفائح. نتكلم عن التباعد. نبدا بالدليل الاول اللي نسميه الدليل الهندسي. الدليل الهندسي طبعا فيغنر اقترح النظرية في بداية القرن العشرين اللي تقول باللي أن الأرض كانت كتلة واحدة في قارة بانجايا ثم انفصلت. طيب ما هو دليله؟ دليله أنه لاحظ في الخريطة أن هناك تشابه في الحواف بين القارات، وبالتالي اقترح هذه الفرضية. هذه الفرضية التي اقترحت جاءت نتيجة ملاحظة دقيقة، وبالتالي العلم أساسه الأول هو الملاحظة. بعد ما طرح الملاحظة اقترح لها فرضية، والفرضية تستدعي البحث والتجريب ثم الحصول على النتائج ثم إثباتها بالدلائل، وبالتالي المنهج التجريبي والبرنارد يعتمد على هذا المراحل. إذن تشابه، إذن ما الأدلة العلمية الدالة؟ نتكلم عن تشابه حواف القارات، الدلائل الهندسية. طبعا الدلائل الهندسيه هذه ناخذها من كتاب مدرسي اللي هي هذه الصوره. هذه افريقيا، هذه افريقيا، وهذه امريكا الجنوبيه او امريكا اللاتينيه. طبعا وهذه الظهره وسط محيطيه، وسط محيطيه، وهذا المحيط الاطلسي، هذا نسميه المحيط الاطلسي. طبعا المحيط الاطلسي تمثيل المياه غير ممثل. طيب اذا الذي يلاحظ ان هذا الشكل للحواف الغربيه لافريقيا متماثله مع هذا الشكل الحواف الشرقيه لامريكا اللاتينيه، وبالتالي الدليل الهندسي الاول اللي هو يمكن ان ناخذ هذه ناقصها بالمقص، هذه ناقصها بالمقص، وهذه ناقصها بالمقص ايضا، ثم نقوم بمطابقتهما فنجد ما يلي. إذن إذا أخذ هذا السيط القطع ثم بعد ذلك قمنا بتطابقهما فإننا نجد أن هناك تقريبا هناك تطابق بين الحدود الغربية لإفريقيا والحدود الشرقية لأمريكا اللاتينية، مما يدل على أن هاتين القارتين كانتا ملتصقتين وانفصلت. هذا دليل أول، هذا يعتبر دليل أول ومحفز على البحث على أدلة أخرى، ومحفز على البحث على أدلة أخرى. طبعا يمكن أن نبحث على دلائل هندسية أخرى من خلال الخرائط العلم، فنجد أن مثلا مدار أشقر يمكن أنها تتطابق مع هذا الجزء اللي هو موجود فيها، لأن مدار أشقر كانت مرتبطة بالصفحة الهندية ثم انفصلتا مع مرور الزمن، مع مرور الزمن. إذا هناك دلائل هندسية أخرى، الدلائل هو التشابهات هذه الموجودة في البحر الأحمر، في البحر الأحمر. إذا هناك دلائل هندسية كثيرة، أذكرنا منها دليل اللي هو الحواف الغربية لإفريقيا والحواف الشرقية لأمريكا اللاتينية، هذا الدليل الأول. طيب الآن الدليل الثاني مضاهات. المضاهات يعني المقارنة، مقارنة الصخور مع بعضها من ناحية بنية الصخور، من ناحية عمر الصخور، من ناحية المستحثات إلى آخره. إذن المضاهات تعتمد على عدة عناصر. طبعا المضاهات درسوها في السنة الثانية،
اللي هي مضاعفات الصخور من اجل تحديد حوض الرسوب. طبعا كيف نقوم بمضاعفات؟ ناتي الان الى هذه موجوده في الكتاب الدراسي، هذه افريقيا وهذه امريكا اللاتينيه. طبعا هذه الرواسخ او الرواسب القديمه التي هي فوق عمرها 250 مليون سنه. طيب نجد تشكيله جيولوجيه، هذه صخور بهذا الشكل موجوده في هذه النقطه وموجوده في هذه النقطه، لها نفس الطبيعه الصخريه ولها نفس البنيه ولها نفس حتى نفس المكونات. اذا يعني ان هذا وهذا عند نفس العمر ونفس التركيبه. اذا هذا بالنسبه للمظاهر، نظاهر هذا الجزء مع هذا الجزء فنجد انه له نفس التراكيب الجيولوجيه. اذا معنى ذلك ان هذا، طبعا هنا نعيد الصوره مره اخرى بشكل اوضح، طبعا هذه الصخور مماثله او التركيبات الجيولوجيه اللي موجوده في افريقيا مماثله لامريكا اللاتينيه، نفس الشيء بالنسبه لها. اذا هناك تطابق التركيبات الجيولوجيه. طيب مما يعني ان القاره الامريكيه كانت مرتبطه مع القاره الافريقيه من لتشابه التركيب الجيولوجي. ناتي الان الى الدليل الثالث. الدليل الثالث اللي هو التوزيع المستحاث لبعض الكائنات الحيه. طيب هذه كائنات، هذه مستحثات غير موجوده في الوقت الحالي، غير موجوده، فهي منقرضه. مستحثات منقرضه اللي كانت موجوده في عصور ماضيه. اين وجدت البقايا هذه المستحثات؟ اين وجدت؟ عند مقارنة نجد هذا المستحاث، نجد انتشاره في أمريكا اللاتينية كما ينتشر في إفريقيا. هذا المستحاث ينتشر في أمريكا اللاتينية وينتشر في أمريكا اللاتينية في مناطق محددة، في مناطق محددة. هذه المستحاث أيضا تنتشر في أمريكا اللاتينية وتنتشر أيضا في مناطق أخرى من العالم اللي يمكن أن تكون الصفيحة الأوروبية. طيب إذا تشابه، إذا هناك تشابه، هناك انتشار للمستحثات يكون متماثل في هذا النقطة مع النقطة. نوع المستحاثة ونفس العمر نجده في هذا المكان، نوع المستحاثة ونفس العمر نجده في هذا المكان، يعني أن هذه المناطق كانت مرتبطة. مع العلم أن هذا المستحثات صغيرة الحجم، صغيرة الحجم، ولا يمكنها أن تمر عبر المحيط. نعود إلى المحيط، هذا المحيط الأطلسي. طبعا المسافة يمكن أن تصل إلى أكثر من 6000 كيلومتر، 6000 كيلومتر في هذا المكان، من 2000 إلى 6000 كيلومتر اللي هو المسافة بين أفريقيا وأمريكا اللاتينية. كيف يمكن للمستحثات هذه، كيف يمكن للمستحثات المتماثلة على جانبي القارات، كيف يمكن لها ان تنتقل من افريقيا الى امريكا او من امريكا الى افريقيا، الا اذا قبلنا بان الصفيحتين كانتا مرتبطتين ثم انفصلتا. طيب هذا النبات وجد في استراليا كما يوجد في هذا الجزء من اليابسه، حيث توجد نباتات موجوده بنفس العمر وبنفس الانتشار، فكيف انتشرت مع المحيط الهندي؟ فكيف انتشرت مع المحيط الهندي؟ نفس الشيء هذا موجود في جنوب امريكا اللاتينيه وموجود في جنوب افريقيا وبينهما مسافه الاف الكيلومترات، فكيف انتقل من هذه النقطه الى النقطه او العكس؟ مما يدل على ان هذه القاره كانت مرتبطه وهذه الكائنات كانت تعيش بها وكونت مستحثات، ثم بعد ذلك انقرضت وحدث انفصال بين الصفائح. إذا هذا دليل الثالث. الدليل الأول اللي هو التشابه الهندسي، الدليل الثاني تشابه التشكيلات الجيولوجية، الدليل الثالث اللي هو تشابه المستحثات أو الدليل المستحثي. طيب نأتي الآن، طبعا هذه صورة أخرى لتوضح أكثر بعض المستحثات، ليست كلها دائما اللي ذكرناها سابقا، هناك كثير منها. نأتي الآن إلى الدليل الثالث، الدليل الرابع عفوا، الدليل الرابع اللي هو الآثار الجليدية. طبعا هذه الصورة تعبر على من؟ تعبر عن كتل من الجليد
وكأنه واد من الجليد، ولكنه هذا الواد متصلب، يمكن له أن ينتقل، يمكن له أن يزحف على الأرض أو في الجدران عند حركة الجليد اللي هي الكتلة الضخمية، فإنها يمكن أن تترك آثاراً على القشرة الأرضية. هذا الآثار نسميها آثار الجليدية، نسميها آثار الجليدية. عند مقارنة آثار الجليدية القديمة ليست الحديثة، القديمة، فإننا وجدنا أن آثار الجليديات في مثلا جنوب أمريكا، جنوب أفريقيا، متماثلة مع آثار الجليديات المتماثلة في القارة الهندية، ومتماثلة تقريبا مع اتجاه حركة الجليديات في أستراليا، مما يعني أن هذه الصفائح كانت كتلة واحدة، وكان يسيطر عليها الجليد الذي تحرك في اتجاهات مختلفة، مما سمح بتكوين هذا الأثر، مما يدل على أن هذه الكتلة كانت كلها موجودة في القطب الجنوبي، وكانت فيها جليديات، والجليديات تحركت مع على الصخور اللي هي القشرة الأرضية فكونت خطوطا. مع مرور الزمن تحركت هذه الصفائح وانفصلت عليها عن بعضها البعض، وبقيت آثار جليدية كما هي. إذا هنا يعتبر دليل آخر من الدلائل التي تعبر على ماذا؟ على حركة التباعد. طبعا الدليل الآخر اللي نسميها دليل تقنيات حديثة لقياس حركة الصفائح، والدليل هو عبارة عن تقنيات تعتمد على نظام الجي بي اس اللي هو نظام التوقيع العالمي، حيث ماذا يعتمد؟ يعتمد على الأقمار الصناعية. إذا هناك محطة في هذا النقطة ومحطة في هذا النقطة، والقمر الصناعي يرسل موجات، هذه الموجات يستطيع بها أن يحدد المسافة بين هذه النقطة والقمر الصناعي، يمكن أن يحسب المسار أو المسافة التي تحدث أو التي تتسع أو تبتعد بها هذا القارة الأوروبية عن القارة الأمريكية من خلال القمر الصناعي. إذا تصدر الأقمار الصناعية جي بي إس موجات راديو في زمن معين، وتنتشر هذه الأخيرة بسرعة معروفة، يسمح حساب الزمن لوصول الموجات لنقطة التقائها من معرفة المسافة اللي هي دي دي. طيب الموجودتين مثلا بين القمر الصناعي في مدينة وستفور الولايات المتحدة وويتزل اللي هي ألمانيا، من تحديد المسافة دي 3، إذا نستطيع أن نحسب هذا اللي نعتبره وكأنه مثلث، نستطيع أن نحسب به هذا المقابل اللي هو مقابل الزاوية. طيب إذا يمكن حساب المسافة بين مدينتين في شمال أوروبا وشمال أمريكا خلال الزمن، فنجد على أن مسافة الحركة أو نتيجة التباعد يكون حوالي 1.5 متر في السنة. إذا القارة هذه تبتعد عن هذه القارة بمسافة 1.5 سنتيمتر في السنة، وبالتالي التحديد يكون دقيقا جدا، إذا يستطيع العلماء بعد ذلك أن يتوقع من خلال هذا المعطيات، أن يتوقع بعد 100,000 سنة كيف تكون وضعية القارات بعد الآلاف من السنين. إذن هذا يعتبر دليل آخر. هناك دلائل أخرى اللي نسميها النقاط الساخنة، أو يسموها هيبوان شو، أو يسموها هوت سبوت. النقاط الساخنة، ماذا نقصد بالنقاط الساخنة؟ النقطة الساخنة هي عبارة عن، طبعا هذه الصفحة معينة، وتشمل منطقتين، منطقة القشرة ومنطقة البرنس العلوي. طيب يوجد بعدها الأستينوسفير اللي هو البرنس اللي يجي السفلي، ثم بعد ذلك تأتي النواة الأرضية اللي هي السائلة. يمكن أن تخرج براكين مباشرة أو صخور منصهرة مباشرة من النواة الخارجية، وتخرج فتشكل براكين، هذا البراكين التي يمكن أن تشكل كتل صخرية كبيرة كجبال أو جزر،
من بين الجزر اللي تشكلها المنطقه الساقيه هي هاواي الموجوده في على مستوى المحيط الهادي اللي هي الصفيحه في صفيحه الهادي. طيب اذا اعتبرنا ان هذا اللي هي البراكين التي تخرج من باطن الارض وان الصفيحه هذه متحركه وان هذا الجزء هذا يعتبر ثابت ليس متحركا، فان اذا تحركت الصفيحه في هذا الاتجاه فان هذا الكتله الصفيحيه سوف بعد فتره زمنيه سوف تكون هنا، وبالتالي يكون عمرها مثلا 50 مليون سنه. طيب بعد 20 مليون سنه يمكن ان يخرج البركان فتشكل كتله صخريه او جزيره في هذا النوع. طيب اذا استمرت في الحركه فاننا نجد مجموعه من الجزر او الجبال التي يكون لها ترتيب تقريبا خطي، لها ترتيب خطي. اذا العلماء استطاعوا ان يقيسوا هذا البراكين او هذه الجزر البركانيه اللي هي بعضها تحت الماء وبعضها ظاهر اللي هي في هواء. اذا فوجدوا ان هذه البراكين الموجوده هنا عمرها 70 مليون سنه، هذه 45 مليون سنه، وهذه 20 مليون سنه، وهذه اللي هي الحاليه الوضعيه الحاليه. اذا مما يعني ان هذا النقطه او هذا البركان كان موجودا في هذا المكان هذه 50 مليون. ثم بعد ذلك حركه الصفيحه الى الامام ادت الى ظهور بركان جديد وهكذا. إذا يمكن أن نوضحها بالدليل التالي. إذا كان لدينا طبعا هذا يسمون الليتوسفير، حركة الليتوسفير، وهذا الباستينوسفير، وهذه النقطة الساخنة اللي هي باركين. إذا هذا الذي تشكل أولا ثم تشكل ثانيا ثم تشكل حاليا. طيب الآن لو تحرك هذا الكتل الصخرية أو الليتوسفير إلى الأمام ماذا نجد؟ نجد ان هذا البركان الذي كان عمره 70 مليون سنه على سبيل المثال اصبح في هذا النقطه، بينما هذا اصبح في هذا النقطه، هذا اصبح في هذا النقطه، وهذا تشكل حديثا. اذا هذا دليل اخر على ان الصفائح التكتونيه ايضا متحركه بفضل هذا النقطه اللي هي الدليل اللي هو النقاط الساخنه، النقاط الساخنه. طبعا هذا نوضح ايضا تمثيل اخر. اذا هذا الزمن فحركه خروج البراكين تشكل جبال منها جزر هاواي، هذه الحركه مع مرور الزمن هذا يتحرك وهذا ثابت وهذا جزء ثابت، مما يسمح بظهور سلاسل جبليه عمرها يكون بهذا الشكل 70 مليون سنه ثم 45 مليون سنه ثم 20 مليون سنه ثم وهكذا. إذا فهذا الذي كانت فيها النقطة اللي هي 70 مليون سنة المفروض راها كان منذ 70 مليون سنة في هذا الجزء، وبما أن الصفيحة متحركة لأن هذه الصفيحة تتجه في هذا الاتجاه فهي غائصة تحت الصفيحة الكروية الآسيوية، إذا عندما تغوص فإن هذا النقطة يمكن أن تتحرك إلى هذه النقطة إلى هذه إلى هذه إلى هذه وهكذا. إذا هذا يعتبر دليل ثاني أو دليل آخر اللي هي النقاط الساخنه. طبعا هذا تمثيل اكثر وضوحا نظن. اذا خروج البركان الاول ثم تحركت فوصل الى هذه النقطه، وهذا البركان الحالي الذي ينتقل على من نقطه الى اخرى فتشكل هذه النقاط الساخنه، وكانها جزر تكون على شكل خطي، تكون على شكل خطي اشهرها اللي موجود في الارض اللي هو جزر هواء. طبعا الدليل الاخر اللي هو دراسه مغناطة صخور القشره الارضيه، وهذه تحتاج الى وقت اطول، نخصص لها شريط فيديو اخر لوحدها حتى نعالجها بشكل دقيق ومفصل. طبعا اذا ذكرنا حركه التباعد، ذكرنا منها دلائل. الدليل الاول اللي هو تشابه التضاريس او التشابه الهندسي بين الحدود الغربية لإفريقيا والحدود الشرقية لأمريكا اللاتينية. الدليل الثاني اللي هو التشكيلات، تشابه التشكيلات الجيولوجية. الدليل الثالث اللي ذكرناه اللي هو حركة الجليديات. الدليل الرابع اللي هو المستحاثات، الدليل المستحاثي. الدليل الخامس اللي هو النقاط الساخنة. يبقى الدليل الأقوى الآن اللي هو يأكد عليه العلماء اللي هي دراسة مغناطة صخور القشرة المحيطية، هذا نخصص له شريطا خاصا لوحده. وإلى لقاء قريب.